فإن التوقيع على اتفاقية المبادئ هذه يندرج ضمن الرؤية التي تم اعتمادها لتطوير صناعة الطاقة، كما أن الاهتمام الذي أبدته مؤسسة إكسون موبيل ببلادنا وحضورها الفعلي اليوم لا يدل على استشرافها للقدرات الكامنة الكبيرة التي يحوزها القطاع المنجمي الجزائري فحسب، بل يعكس أيضا الثقة التي تحظى بها مؤسسة سوناتراك بوصفها شريكا موثوقا وقادرا على تطوير شراكة مفيدة ومثمرة.